أول يوم وصل فيه لهون أنا إجيت، هو وصل الصبح أنا جيت المساء. ده عمر البيبي؟ شهرين. والله. كنت شايفه قبل؟ لا ما كنت شايفه كتير لأنه كانت في المستشفى، لأنه إجت شهر سابع، ولما إجت هون جابتها مرتي وشفتها، سميتها ألمة. صعب كتير أنه تكوني زوجي لاعب معروف، خاصة أنه هو بيلعب بأوروبا. أكيد بأوروبا أنا معه، بس لما يطلع معسكرات صعب أني أروح معه، بس لما يكون في هيك لعب وبقدر أجي باجي على طول. ما بقصر. بتتابعي دايما؟ أكيد طبعا دايما. أكيد. لا لا. أقل شيء يعني مدامتك تتابعك، شو قولك؟ طبعا يعني شيء بيعطيني الدعم انه مدام تتابعني، وفي قبرص طبعا دائما بتكون موجوده في الملعب، تحضر المباراه في الملعب، شيء يعني بيعطيني معنويه ودعم. خبرنا يعني او خبرينا مدام، كيف مثلا بالايام العاديه بتقضي وقتك لما بيكون عدي مش موجود، يعني بيكون عنده شيء مباريات؟ بالبيت ما بعمل شيء ثاني، بس بستنى. يعني هاي صارت اول ما طلعنا على اليونان بعد ما تزوجت باسبوع على طول، يعني اجى على الوحدة الظهر بحكي لي انا على الاربع العصر طيارتي على الاردن عشان بطولة اسيا تصفيات اسيا، وكنت ما الي متجوزة اسبوع وما بعرف حدا هناك، وكان صعب اني انزل معه لانه كنت مقدمة على الاقامة وما كانت لسه طالعة. الما هي نايمة بتشبه امها، وهي صاحية بتشبهني. اسمح لنا. شو ربنا سبحانه وتعالى. بس تفتح عيونها بتشبه ابوها. بتغاري علي مثلا؟ طبعا بغار علي. انا لما شفتك جيتي فكرتك بدك تتصوري معي، قلت له لا. والله لا انا ما غزلت. انتبهت انه العربيه، فقلت لا ماشي. طب وكيف تعملي لما يروح مثلا سفرات، يعني حتى هو لما يكون بالملعب وعم يلعب، او حتى مثلا باوروبا مطرح ما بيلعب بقبرص؟ انا معه بكون دائما. طبعا ممنوع يزيح حاله؟ لا دائما معه خطوه ممنوع. بخطوه ممنوع الحركه. لا. طب هو بيتقبل الشيء؟ يعني ما عنده مشكله، يعني بيسمع انه بيحترم انه انت مثلا؟ اكيد طبعا، اكيد ما بيحكي شيء، وحتى لما يكون بعيد عني وانا ما بقدر اروح معه، يعني عارف انه في حدود ما بتخطاها. في حدا ناطره بالبيت؟ طبعا اكيد. طيب بس يمكن انه صعبة انه وحده تكون زوجة لاعب الا اذا كانت هي بتحب الفوتبول. طبعا اكيد انا ما بحب الفوتبول، انا بحبه هو،